طيب من خلال تجربتك الخاصة أو تجارب الضيوف اللي بيجولك، إزاي الواحد ممكن يتعامل مع الفشل؟ إزاي يبدأ تاني من جديد؟ والفشل ده بقى رينج كبير طويل عريض من حاجات مختلفة. يعني أنت عندك فشل مثلاً في دراسة، ممكن فشل في شغلانة، ممكن فشل في علاقات، ممكن فشل في علاقة واحدة بأهلها أو بولادها أو بزوجها أو الزوج مع زوجته. أو الفشل كلمة كبيرة قوي، بس دايما بيبقى فيه زي ما تقولي كده جايد لاينز او خطوط معينه بنبقى عارفين منها ازاي نقدر نتعامل علشان اقف تاني واقدر ابتدي تاني من جديد. واللي انا عديت بيه يمكن مشيت بشويه خطوات مش صح هي اللي وقعتني احاول واجرب تاني حاجه جديده. ايه هي الجايد لاينز؟ بصي انا هضحكك، انا بالنسبه لي بشوف الفشل ده من احلى الحاجات. يعني برضو لازم أنا أشرح لك أن أنا شخص بيأفور شوي، يعني أوكي. هو طبعاً الفشل مش أحلى حاجة، بس بالنسبة لي الفشل واضح. يعني أنا فشلت، ففشلت ليه؟ عشان عملت واحد اتنين تلاتة فتعلمت. فأنا لما بفشل ببقى عارفة أنا اتعلمت من فشل، فخلاص الدنيا واضحة. يعني أنا دلوقتي كنت في جوازة مثلاً وما نجحتش. ما نجحتش ليه مثلا؟ هتقعدي تفكري ما نجحتش ليه؟ واحد اتنين تلاتة. انا اخترت مثلا حاجة انا كنت شايفاها من الاول بس تجاهلتها مثلا. فتعرفي ان انت لا، الحاجات دي لازم تبقي عارفاها من الاول، واللي تحسي بيه تسجليه. ما ينفعش تطنشي عشان الحاجات دي ما بتروحش. صح، بني ادم مخه بيفتكر وقلبه بيفتكر وجسمه بيفتكر كله بيفتكر، فاهمة قصدي؟ فانا بالنسبة لي الفشل فهو درس، والدرس مفيد جدا عشان الواحد ينمو بعديه. بس اهم حاجه ان الواحد يواجه الفشل ده، انه ساعات صعبه كبيره قوي ان الواحد يقول اصل انا فشلت. بتبقى صعبه حتى انك تقوليها، بس انا فشلت وتعلمت وعرفت ان انا اخد التجربه دي وما اكررهاش. انا وده متهيألي اسمى انواع النجاح. ان الواحد يبقى عارفه لما الواحد ينجح كأنه بينجح على الفاضي، اللي هو تيجي مع العمي طبات كده. أيوة اللي هو أيوة فاهمه أيوة. بس لما بتطلعي من تجربة فاشلة إلى تجربة ناجحة بتبقي عارفة أنه أنت تعلمتي وبتقدري بقى. أقدر أقعد دلوقتي وأقولك تعملي واحد اتنين تلاتة، فاهمة ليه؟ عشان عندي ثقة في الخطوات اللي اتخذت، فاهمة قصدي؟ فاهماكي. في حاجة كمان كنت قريتها كده من فترة بيقولك أنت هتفضلي تقعي في نفس المشكلة هي لحد ما تطلعي وتتعلمي لازم. أن الخطوات دي ما ينفعش تتعمل هي طبعا باترنز. هو البني آدم بيبقى عنده باترنز وبتتكرر وبتعيد وتزيد في نفسها لحد ما بناخد الدرس.